السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. نبدا الكلام الاول، نسمي الله ونصلي على الرسول. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على افضل خلق ادمين سيدنا محمد. ما هنعمل النهارده بقى؟ هنعمل تورته الجيلي، حاجه كده تحفه تحفه تحفه. زي ما انتوا شايفين انا بقطعها قدامكم اهو، حبيت اوريها لكم قبل ما نشتغل فيها علشان تبقوا شايفين كل حاجه من الاول كده. حاجة كده، حاجة حلوة كده في الصيف، طبعا الجو حر دلوقتي. عملنا مزيج بين التورتة وبين الجيلي، فحاجة كده تحفة، هتشوفوها دلوقتي ان شاء الله تعجبكم. بس يا جماعة في اول فيديو كده منسونيش في اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس. اللايك يا جماعة منكم، اتمنى ان انتوا تشجعوني بلايك وتدعموني بلايك علشان الفيديو يترفع. اللايك يا جماعة منكم بيسوي كلمة شكرا، فاتمنى ما تبخلوش عليا بلايك. زي ما انتوا شايفين كده انا مقطعة، طبعا هي كانت في التلاجة، حطاها في التلاجة لما بردت خالص والجيلي جمد، فبدأت اقطعها زي ما انتوا شايفين كده، وهشيل قطعة منها دلوقتي واوريها لكم. الاول انا بقول لكم اللايك اهو يا جماعة، ما تنسونيش في اللايك اهو. زي ما انتوا شايفين بعد ما قطعناها بقى نجيب قطعة ونشوفها الجمال بقى والحلاوة شكلها ايه، تحفة بصراحة. شايفين؟ شايفين الجيلي متماسك ازاي وطبقه الكيكه عامله ازاي والكريمه، حاجه كده جميله جميله جميله. خليكم معايا بقى علشان تعرفوا كل التفاصيل وازاي الجمال ده اتعمل كده بكل سهوله، حاجه كده تحفه هتدعولي عليها. شايفين؟ شايفين الكيكه هشه وبيضه ازاي، واحده واحده معانا بقى ونشوف التفاصيل ايه ونشوف هنعملها ازاي. معنا قد ايه دقيق؟ معنا 3 كوبايات دقيق. انا طبعا يا جماعه انا عامله صينيه كبيره، صينيه يعني حجم عائلي، فعامله مقدار ونص للكيكه، يعني يعتبر صينيه ونص، فالصينيه عندي كبيره فانا عامله مقدار ونص. هنحط قد ايه بيكنج باودر؟ باكو ونص طبعا علشان عامله مقدار ونص، لو انا عامله مقدارين هحط الباكوين، فانا عامله مقدار ونص. ليه؟ الصينيه اللي انتوا شايفينها دي بتاخد مقدارين من الكيكه، بس انا عامله مقدار ونص علشان الكيكه انا مش عايزاها ترتفع، مش عايزاها يبقى سمكها كده تخين، علشان كده عملت مقدار ونص بس. فدول 3 كوبايات دي ورشه ملح وباك ونص بيكنج باودر، هقلبهم واركنهم على جنب بقى. ده المواد الجافه، وبعد كده نشوف الخلاط بكل سهوله، كل حاجه في الخلاط، يعني مش هنعمل حاجه فيها مجهود ولا اي حاجه خالص. معانا مكان بيضه، معانا 6 بيضات. حابة تعملي مقدار واحد هتعملي 4 بيضات بس، تعملي 4 بيضات وكوبايتين ناجي مش 3، وباكو بيكنج باودر 1 لو انت حابة تعملي صينية صغيرة يعني مش مقدار ونص. انا بقول لكم يا جماعة كل التفاصيل اللي انا عملته كله بقوله لكم. معنا دي معلقة خل كبيرة. لايك فين؟ لايك اتحط ولا لسه؟ اللي ما حطش يا جماعه لايك يحط لايك، فعل زر الجرس علشان كل ما انزل فيديو يوصلكم ان شاء الله. زي ما انتم شايفين كده رشه فانيليا، حابه تحطي فانيليا سايله ماشي، فانيليا بودره براحتك. انا معايا كوبايه لبن وكوبايه زبادي، بس دي كوبايه زبادي انا عاملاها كوبايه كبيره، فانت لو حابه تشتري زبادي هتجيب علبتين زبادي وكوبايه لبن. ده مقدار ونص يا جماعه، مش مقدارين، مش مقدار واحد، يعني مقدار ونص صينية كيكة، لأن الصينية كبيرة. حابة تحطي لبن بس ماشي، حابة تحطي برضو زبادي ماشي. معانا 1.5 كوباية سكر، أنا كان عندي زبادي فعلشان كده حطيت، لكن لو مكانش عندي كنت هعمل بلبن عادي. وأضربه في الخلاط. بعد ما ضربناه في الخلاط أهو زي ما انتوا شايفين مفيش أي مجهود خالص. طبعا معانا الدقيق، هنحط الدقيق على 3 دفعات. دي يا جماعه ما تحطوهوش مره واحده علشان ما يعملش تكتلات منك، هتحطيه على 3 دفعات. اه يا جماعه انا نسيت اقول لكم، 1/2 كوباية زيت يا جماعه، انا يمكن انا ما خدتش بالي، يمكن انتوا شفتوها بس انا ما قلتهاش. 1/2 كوباية زيت هنحطها. طبعا احنا مشغلين الفرن علشان يسخن على درجه حراره 160، وهنحطه في الرف اللي في الوسط، وهتاخد 1/2 ساعه بالظبط معاك، علشان احنا مش عايزينها عالية، يعني حاولي تعمليها في صينية كبيرة علشان ايه ما يبقى سمك الكيكة صغير، احنا مش عايزينها تكون عالية.
علشان لسه هنحط طبقة كريمة وطبقة جيلي، مش هينفع تبقى الكيكة عليه. الصينية اللي انا عاملة فيها مقدار ونص دي عرضها 30 سنتي في 45، فكبيرة خالص. انتم شايفين انا بقلب بسرعة كده علشان ما يعملش تكتلات. شايفين زي ما انتم شايفين كده، تقلبي بسرعة علشان ما يعملش تكتلات. طبعا يا جماعة ما ينفعش تحط الدقيق في الخلاط، الدقيق ما بيتحطش في الخلاط. يعني بعد ما اضرب الكمية كلها نحطها كده زي ما انتم شايفين كده، معنا 3 كوبايات دقيق. ممكن تعوزي على ال3 كوبايات دقيق معلقة دقيق تاني عادي، مش مشكلة، حسب بقى الدقيق، مش كل الدقيق. بس انا بقول لكم الحاجات الاساسيه، ممكن تعوز معلقه تنقص معلقه عادي. طبعا احنا معانا الصينيه دهنناها بالزبده، دهنا الصينيه زي ما انتم شايفين اهي، دهناها بالزبده كلها، احط على طول واحطه في الفرن. انا مسخنه الفرن قبلها يا جماعه، شايفين السمك مش عالي ازاي. نحطها تاخد معانا نص ساعة، وبعد ما خرجناها زي ما انتوا شايفين هتشوفوا دلوقتي اهو، زي ما انتوا شايفين كده هنسيبها تبرد تماما، وبعد كده هنسقيها بكوباية لبن. بس اهم حاجة تكون باردة، واللبن برضو بارد، اوعي تحطيها وهي سخنة. زي ما انتوا شايفين اللبن جاي من التلاجة، والكيكة بردت تماما مش سخن. اما لاحظر اوعي تحطيها سخنة، لو حطيتيها سخنة الكيكة هتعجن منك، لازم الكيكة تبرد. بقول لكم يا جماعه بامانه والله كل التفاصيل، يعني ما بخبيش عنكم حاجه، لازم الكيكه تكون بارده خالص، واللبن برضو بارد مش سخن. اللبن جاي من التلاجه زي ما انتم شايفين اهو، عامل ازاي على الوش كده علشان هو سائح من التلاجه. بس بعد ما نسيبها نص ساعه كده الحاجات دي كلها بتروح، هنسيبها حوالي نص ساعه تشرب اللبن كده. زي ما انتم شايفين عدى عليها نص ساعه بقت شكلها عامل ازاي. طبعا انا ضربت كريمه وجهزتها، وابدا احط طبقه الكريمه دلوقتي. وبعد ما احط طبقه الكريمه يا جماعه واسويها، هسيبها في التلاجة حوالي نص ساعه لحد ما اعمل الجيلي علشان تجمد. متخلوش يا جماعه الكيكه اللي هي بتشرب لبن دي بتبقى طعمها خرافه بصراحه، طعمها تحفه، اللبن كده بيديها غناوه وطراوه، حاجه كده جميله. وطبعا الزبادي برضو بيدي كيكة يعني غنوة وطروة يعني كتير اكتر من اللبن كمان. نحاول نسويها كويس علشان الجيلي ما يبقاش حتة عالية وحتة واطية، يعني نحاول نساوي على قد ما نقدر. احنا بنعمل في بيتنا يا جماعة مفيش مشكلة وكل حاجة، بس يعني انا بقول لكم تحاولوا تساوي علشان الجيلي ما يركنش في جنب اكتر من جنب. طبعا الجيلي مش هيبقى سايل كده. بعد كده هنسيبها، حطيناها في التلاجة هنسيبها حوالي نص ساعة كده، قبل ما نعمل ايه الجيلي. معانا ايه بقى؟ معانا 3 بكاوي جيلي، وهنحط 2 كوبايات مية كبار زي ما انتوا شايفين، 2 كوبايات مية، وهنسيبهم يغلوا على النار. اول ما يغلوا زي ما انتوا شايفين كده هنطفي البوتاجاز على طول، يعني اول ما يغلي كده هنطفي ونحط 2 معلقة سكر. مش حابه تحط سكر ماشي، لان الجيلي بيبقى انا حاسه بيبقى دلع شويه، فانا حباه يبقى مسكر شويه، هو بيبقى فيه سكر وكل حاجه، بس انا بحط 2 معلقة. هنحط 3 بكاوي جيلي دول يا جماعه، 3 بكاوي جيلي فراوله. حابه تحطي مشمش مانجا اللي انت حابه تحطيه عادي، لو انت حابه تجيبي جيلي فراوله مشمش جيلي مانجا براحتك. دول 3 بكاوي، هنقلبهم كويس قوي لحد ما يدوب. وبعد كده هنجهز 2 ساقعين مية ساقعة من التلاجة، يعني مية متلجة جامد، علشان بعد ما ندوب كده هنحطها على، هنحط 2 الكوبايات المية دول على الجيلي. اتأكد ان هو داب كويس علشان مادة الجيلاتين بتاع اللي هي بتبقى في الجيلي دي تكون دابت من السخونة، قبل ما احط 2 الكوبايات الباردين من التلاجة، واسيبها تبرد تماما. يعني سيبها حوالي نص ساعه كده تبرد، ما احطهاش على الكريمه وهي سخن، لازم أن تكون بارده خالص علشان الكريمه ما تسيحش. اللايك فين؟ انا بفكركم باللايك، تفعيل زر الجرس،
والاشتراك في القناة علشان ايه القناة بتاعتي تكبر بيكم كده ان شاء الله، وتشرفوني وتنوروني. واتمنى الفيديوهات اللي انا بقدمها تنول اعجابكم. زي ما انتم شايفين انا بحط كوبايتين كبار باردين من التلاجة، واسيبها تبرد حوالي نص ساعة. بعد شايفين الكريمة بقى سقعت خالص، هبقى انا نص ساعة في التلاجة هبدأ احط الجيلي عليها بعد ما برد. بعد ما احط الجيلي كده هحطها في التلاجة 4 ساعات لحد ما الجيلي يجمد خالص. اوعي تقطعيها الجيلي جمد خالص، يعني سيبيها حوالي 4 ساعات، مش قبل 4 ساعات تقطعيها، علشان بعد 4 ساعات هتلاقي الجيلي جمد بقى، فتبدأي تقطعي تطلع قطع منتظمة معاكي كده. نشيلها نحطها في التلاجة، وبعد 4 ساعات هجيبها وأوريها لكم شكلها ونقطعها مع بعض. زي ما انتوا شايفين مرة عليها 4 ساعات اهو قطعتها. اهو زي ما انتوا شايفين اهو، شايفين الجمال. اتمنى الفيديو يعجبكم، بس لو عجب ما تنسونيش في اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس. واسيبكم في امان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.